أهلا بكم في المحاضرة الثانية لواجهة الدماغ والحاسوب. سنقدم في المحاضرة في هذه المحاضرة التعريف التقليدي والحديث لواجهة الدماغ والحاسوب. بعد ذلك سأنتقل للتحدث عن الأنواع الرئيسية للواجهة، ومن ثم نتحدث عن أجزاء نظام الواجهة التقليدية وكذلك الحديثة، ثم نتطرق إلى الإشارات الدماغية والغير دماغية. بعد ذلك سأتحدث عن بعض أنواع الحالات الدماغية التي يمكن استشعارها عبر واجهة الدماغ والحاسوب، وكذلك سأتحدث عن بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق واجهة الدماغ والحاسوب، وسنختم إن شاء الله بالأدوات البرمجية المتوفرة. ستكون هذه المحاضرة أطول من المحاضرة الأولى، وسأقوم بتقسيم هذه المحاضرة إلى عدة أجزاء لكي يسهل عليكم جميعا وضع أو مناقشة في كل ما يتعلق بأجزاء هذه المحاضرة، عوضا عن طرحها في مقطع واحد ومن ثم يصعب على الجميع وضع أسئلة تفصيلية عن بعض أجزاء المحاضرة.